شيء تملكه، إنما هو عمرك، ليس بالذهب ولا بالفضة، ليس بالأموال ولا بالدور ولا بالضياع، ليس بالمناصب ولا الجاه. أغلى ما تملكه عمرك، وقتك، وهو أهون ما يضيع عليك، لأنه كلما مر يوم ناداك مناد على لسان ذلك اليوم: يا ابن آدم، إنما أنا بعضك وقد ذهب عنك. فيومك الذاهب بعضك، فقد ذهب عنك بعضك. وطرح هذا وحذف من مجموع عمرك، لأن مجموع العمر محدود بدءا ومنتهى، هذا لا يزاد فيه ولا ينقص منه. كل كائن حي حدد الله تبارك وتعالى له مقدار حياة لا يزاد في هذا المقدار ولا ينقص منه، فبدهي أنه منذ بدأ العد يكون عدا تنازليا لا تصاعديا. من يعيش 100 عام قضى الله وقدر أن يكون عمره 100 عام، من لحظة الميلاد صار عمره 100 عام إلا لحظة، إلا ساعة، إلا يوم، إلا أسبوع، إلا سنة، وتتتابع السنون، وإذا هو في النهاية أمام المنتهى كفاحا. وهذه المرحلة لا بد من الوصول إليها، طال العمر أو قصر. واعتبر بأسلافك، اعتبر بآبائك وأجدادك، أين هم؟ ومن الذي يذكرهم؟ من الذي يذكر ما كان من شأنهم؟ وكانت لهم أحوال، أقوال وأعمال، ولهم تصرفات، وكانت لهم منزلة بين الناس، ثم ذهبوا فصاروا ترابا وانتهى الأمر، وجئت أنت وستصير ترابا وينتهي أمره، ويأتي من بعدك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فأنفس وأغلى ما ملكت عمرك، وهو أهون ما عليك يضيع. أهون شيء يضيع هو العمر، وهو أغلى شيء عند الكائن الإنساني، ولكنه لا يعلم.